Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, sebagaimana biasa sebelum kalian belajar di kelasnya masing-masing, tentunya kita awali dengan doa pengajian pagi. Anak-anak sudah siap? Baik, kita mulai ya. istiada dan salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بلا دي أنكت تنجا أنك أنك آمين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا الله يا الله يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi tamim Walhamdulillahi rabbil alamin Nah silahkan anak-anak usapkan ke muka Amin Nah anak-anakku sekalian Kita lanjutkan ke dalam bacaan hafalan juz amma Yang pertama adalah Surat المعون يا كتموا ليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Kemudian yang kedua, كان إلى سورة الزلزالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرزت الأرض أثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يشدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الحمد لله كي تلانت كان الساتر سورة اللجي يا سورة الليل بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى Sadaqallahul Azim Nah anak-anakku sekalian Kita lanjutkan ke dalam bacaan doa harian Doa harian kali ini yaitu Membaca doa bercermin Tentunya anak-anak Di dalam kesehariannya Itu tak lepas dari cermin Nah sebelum kita berdandan Kemudian berdiri di depan cermin maka langkah lebih baiknya kita berdoa. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hassan ta khulqi fahassin khuluqi. Selanjutnya kita membaca doa kunut. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني برحمتك شر ما قضيت. فانك تقضي ولا يقضي عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب اليك Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin umminyi, Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa Anak-anakku sekalian Selanjutnya kita bacakan salawat nabi Kali ini salat nabi yang akan kita bacakan adalah salawat nariyah Kita baca sama-sama yuk اللهم صل صلاة كاملة وسليم سلاماً تمن على سيدنا محمد الذي تنهل تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وَتُقْضَى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلهِ wa sahbihi fi kulli lam hati wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli Alhamdulillah anak-anak dengan dibacakannya sholawat Nabi kita barusan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dilancarkan serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan sama-sama membacakan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.